القديمة المشاركة في هذا الاجتماع العلمي الكبير. كمان أنا بهني القائمين على هذا الصرح الجديد لسان الرول الخصفة. هي حاجة مشرفة جدا لنا كخطوة اسكندرية أن يكون عندنا مركز متخصص في الريسيرش والتكنولوجي بهذا المستوى. ربنا يوفقكم جميعا لما فيه خير التخصص ان شاء الله. النهارده انا هتكلم عن Obstructed Defecation. Obstructed Defecation ده في last two decades يعني في increased awareness about this syndrome. الحقيقه ان هو من زمان كان ما كانش حد فوكس عليه، وكان معظم العيانين دول بيتعمل لهم هيمودكتوميز وفي شريكته وكلام من ده. انما with increased awareness about this syndrome, market decrease في non-indicated hemorrhoidectomy والفشريكتومي اللي بتتعمل، وبقى الناس focus on diagnosis of obstructed defecation syndrome. حقيقة it is a very common syndrome. بيبقى حوالي من 50% أو أكتر، يوصل 70% من حالات الكونستيبيشن. احنا الكونستيبيشن عندنا بنقسمها نوعين كبار: slow transit constipation اللي هو العيان عنده less frequent passage of the stool، بدل ما بيعمل daily بيعمل once per week twice per week. وفي مجموعة تانية اللي هي نقدر نقول عليها outlet problems اللي هي obstructed defecation، اللي هي difficulty with defecation that impair the quality of life. دي obstructed defecation. الكريتيريا بتاعت obstructed defecation syndrome بتتكون من المجموعة دي، هي incomplete evacuation with draining and painful effort during defecation ومعاه unsuccessful attempts, long period spent in the bathroom, use of perineal support or odd posture, insertion of finger to the vagina or inner canal, and usually ends with bleeding pregnancy. دول الكومبوننت بتاع الobstructed defecation. العيان نفسه بتاع الobstructed defecation بيتحول الى chronic strainer وبيحصل له يعني حاجه مشكله سايكوسوشيال بروبلم، او هي في الاول سايكوسوشيال بروبلم وادت الى الاوبستركتيفيكيشن سيندروم. احنا مش قادرين نحدد لحد دلوقتي بالظبط، انما في الاخر بعد ما نعمل كوركشن للاناتوميكال التريشن اللي بتحصل اسوشيتد ويز سيندروم، بيحصل سورت اوف ريكفرنس نتيجه السوشيال سايكيك باك جراوند اللي عند العيان. اللي متعرف عليه ان هو انكر coordinated pattern progressing from pubic or pubic oxygenous muscle with or without external sphincter muscle. والطبيعي ان العيان لما يحصل له rectal distension بيحصل معاه recto inner inhibitory reflex. يعني كل ما يحصل rectal distension من الاسطول proximal part of the inner canal تريلاكس علشان يعدي الاسطول. في الحالات دي غالبا بتبدا بحاجه اسمها anismus. يعني ايه؟ يعني paradoxical movement of the pubic muscle. بدل ما ريلاكس البروكسيمال بارت بتاع الانر كانال عشان يعدي الاسطول، لا بيحصل لها كونتراكشن. ال من الانتجرز بتاع بارت اوف ريكتم زي ما احنا شايفين حضراتكم، ده نقدر نقول عليه مايلد ريكتوسين. في الفيديو اللي تحت ده هو ده سيفير ريكتوسين، ومعاه زي ما حضراتكم شايفين هنا فوكال انترسكشن او فوكال ريكتم. في كذا جرام بتاعه اللي هنا بيحصل، اللي ممكن يحصل معانا اكسترنال ريكتال اكسترنال ميكوزال كولابس او كومبليت ريكتال كولابس از ا بروتكتيف ميكانيزم او كومبنساتور ميكانيزم نتيجه الويكنس اللي بيحصل والانكوردينيتد بيرفكت فلور ماسلز، ويحصل كولابس. الكولابس ده هو معظم الاحيان الناس بتدوس از هيموريدال ديزيز وبيتعمل له هيموريدكتومي. ممكن حاجه ثانيه تحصل، ان يحصل بريال ديسنت نتيجه الكونسرتينا افكت اللي بتحصل في الديستال بارت اوف ذا ريكتوم. بيحصل اوستركتيف مانيفستيشن، العيان مش هيقدر يعدي سطول عشان نفرد الكونسرتينا افكت ديت في الديستال بارت اوف ذا ريكتوم. بيحصل بريال ديسنت، البيربر فرون مصر بتبقى لاكس تحت، ويحصل بريال ديسنت علشان السطول يعدي. ويحصل بعد كده البريال ديسنت اللي هو ستريتش على الديندر نيرف وعلى السكرال
الالكترونز اللي سبلاي الانهبيتور اللي نايت ويحصل نيوروباسي ويحصل بايوباسي بعد كده والعمليه تخش البيشن سيرك. يبقى النيوروباسي والبايوباسي الكونسيكونت اللي بتحصل بعد النيوروباسي يؤدي الى اوبستراكتيف ديفيكيشن ويبقى الاستريتنج يؤدي الى مزيد من البرنال ديسنت وهكذا. حاجات ثانيه قليله بتحصل اللي هي التوزيع اللي يحصل وايدنينج اوف ذا دوجلاس باوتش وبرضه ذا انتستين تخش جوه الدوجلاس باوتش بنسميه التوسير او سيجمويدوسير حسب اذا كان سمول باول او سيجمويد اللي بنخش في الدوجلاس باوتش. ده المنظر اللي احنا بنشوفه ودي من الحالات السهله في علاجها كانتوميكال التريشن اسوشيتد ان احنا بنبلتريت الدوجلاس باوتش ونعمل مش ريكتوميكسي بنجيب نتائج كويسه جدا. انما الحاجات الثانيه نتائج فيها مش بالذات سكسسفول زي الانتروسير. الانتروسير سهل يتشخص جدا ان احنا بنشوفه بالفاجينال انسبكشن غير الريكتوسير خالص. الانتروسير بيبان جاي من عند الفورنكس من فوق بلجنج اوف ذا سمول باول. عملنا باي مانوال او باي ديجيتال انسيميشن في الفاجينا وفي الريكتوم هنحس الباول ان بتوين اس. وده برضه مهم جدا في عمليات الريكتوسير وفي عمليات الريكتال برولابس. البرفكت دايجنوزيس ده هو هيمنعني ان انا اعمل انجري للسمول باول او السيجمويد لو نازل تحت. البيزك اكزامينشن اللي بتتعمل في حاله الاسرق ديفيكيشن هو اللاترال بروكتوجرام او الديفيكيشن بروكتوجرام. الديفيكيشن بروكتوجرام ده مش موجود في كتير من السنترز انما اللاترال بروكتوجرام ممكن يؤدي الى نفس المفهوم. الام ار اي طبعا بيبين لنا التيننج اوت اللي بيحصل في الديستر بارت اوكي يعني كل ما يحصل في الاستنشن في الستون في البروكسيمال بارت بتلاقينا الكلام بريلاكس علشان يعدي الستون. في الحالات دي غالبا بتبدا بحاجه اسمها انيزمس. يعني ايه؟ يعني بارادوكسيكال موفمنت اوف ذا بيوبروكتالس ماسل. بدل ما ريلاكس البروكسيمال بارت بتلاقينا الكلام عشان يعدي الستون لا بيحصل لها كونتراكشن. من الانتجرال بارت اوف بسكتيف ديفيكيشن سندروم لان دول كانت التريشن اللي بتحصل اوكال ريكتال برولابس او انترنال ريكتال برولابس او انتر سسبشن ويز اور ويزاوت ريكتوسي. ده منظر الفيسيولوجي بتاع الديفيكيشن اللي بيحصل ريكتال ديستنشن وريكتال ديستنشن ده يصاحبه ريلاكسيشن اوف ذا انترنال سفينكتر وسيمنال سفينكتر ويحصل باسيف. بيحصل شويه بلج في الريكتال وول بيحصل زي ما حضراتكم شايفين فوق هنا مايلد انتسسبشن علشان تبريفنت الريتروجريد باسج ستول دورينج ستريت. في الحالات الاوبستراكت ديفيكيشن بيتحول الى ريكتوسيل. ده الكوجرام بيتحول الى فرانك ريكتوسيل نتيجه اتروفي او dilatation of the distal part of the rectum. زي ما احنا شايفين حضراتكم ده نقدر نقول عليه mild rectocene. في الفيديو اللي تحت ده هو ده severe rectocene ومعاه زي ما حضراتكم شايفين هنا focal intersection او focal rectal collapse. في كذا predictive mechanism بتحصل او compensatory mechanism نتيجة الويكنس اللي بيحصل في الماسل بتاعت الديستال بارت اوف الريكتم. منهم ترانزفيرس اكستنشن اوف الريكتم يؤدي الى ريكتوسيل انتيريوري او بوستيريور ريكتال هيرنيا. ممكن يحصل لونجيتودينال اكستنشن يحصل برنال ديسنت او بيلفيك اكسبالشن يحصل اورجان برولابس اللي هو ريكتال برولابس او كوزا ريكتال برولابس. الانترنال برولابس زي ما حضراتكم شايفين اهو ده الدايجرام بتاعه اللي هنا بيحصل ان ممكن يحصل معانا اكسترنال ريكتال اكسترنال ميكوزال برولابس او كومبليت ريكتال برولابس از ا بروتكتيف ميكانيزم او كومبنساتور ميكانيزم نتيجه الويكنس اللي بيحصل والانكوردينيتد بيرفكت فلور ماسلز فيحصل برولابس. البرولابس ده هو معظم الاحيان الناس بتدايجنوز از هيموريدال ديزيز ويتعمل له هيموريدكتومي اون النيكي. ممكن حاجة تانية تحصل إن يحصل برنال ديسنت نتيجة الكونسرتينا افكت اللي بتحصل في الديستال بارت اوف ذا ريكتوم. بيحصل كونستراكتيف مانيفستيشن العيان مش هيقدر يعدي ستول عشان نفرد الكونسرتينا افكت ديت في الديستال بارت اوف ذا ريكتوم بيحصل برنال ديسنت.
البيبر فرون مصر بتبقى لا لاكس تحت ويحصل برنيال ديسنت علشان الاستول يعدي ويحصل بعد كده البرنيال ديسنت ده هو ستريتش على الديندر نيرف وعلى السكرم روتس اللي بتصدلاي الليبيتور ايناي ويحصل نيروباسي ويحصل بايوباسي بعد كده والعمليه تخش فيشيس سيركل. يبقى النيروباسي والبايوباسي الكونسيكونت اللي بتحصل مع النيروباسي يؤدي الى اوبستراكتد ديفيكيشن ويبقى الستريننج يؤدي الى مزيد من البرنيال ديسنت وهكذا. حاجات ثانيه قليله بتحصل اللي هي الانتروسي ان يحصل وايدنينج اوف ذا دوجلاس باوتش بعض الدنتستن تخش جوه دوجلاس باوتش بنسميه انتروسير او سيجمويدوسير حسب اذا كان سمول باول او سيجمويد اللي بتخش في دوجلاس باوتش. ده المنظر اللي احنا بنشوفه ودي من الحالات السهله في علاجها كاناتوميكال اوبريشن اسوشيتد اوبستركتيفيكيشن ان احنا اوبليتريت الدوجلاس باوتش ونعمل مش ريكتوبيكسي بتجيب نتائج كويسه جدا. انما الحاجات الثانيه نتائج فيها مش بالذات سكسسفول زي الانتروسي. الانتروسي سهل يتشخص جدا ان احنا بنشوفه بالفاجينال انسبكشن غير الريكتوسير خالص. الانتروسير بيبان جاي من عند الفورنكس من فوق بلجنج سمول باول عملنا باي مانوال او باي ديجيتال اكزامينيشن في الفاجينا وفي الريكتال هنحس الباول ان بتوين اس. وده برضه مهم جدا في عمليات الريكتوسير وفي عمليات الريكتال كولابس. البرفكت دايجنوزيس ده هو هيمنعني ان انا اعمل انجري للسمول باول او السيجمويد لو نازل تحت. البيزك اكزامينيشن اللي بتتعمل في حاله الاوبستركتد ديفيكيشن هو اللاترال بروكتوجرام او الديفيكيشن بروكتوجرام. الديفيكيشن بروكتوجرام دوت مش موجود في كتير من السنترز انما اللاترال بروكتوجرام ممكن يؤدي الى نفس المفهوم. الام ار اي طبعا بيبين لنا الثيننج اوت اللي بيحصل في الديستال بارت اوف ذا انر. احنا عندنا حاجات كتير جدا في العلاج الاوبستركتد ديفيكيشن والمالتيبلستي اوف بروسيجرز معناها ان نون اوف ذيم از بيرفكت. فاحنا عندنا الباي فيدباك بيجيب نتائج كويسه جدا في حالات الاوبستركتد ديفيكيشن برضه حسب الاناتوميكال اوبتريشن يعني السيجمويد سيل والانترو سيل الباي فيدباك مش هيجيب فيهم نتيجه كويسه. انما حالات الانيزماس اللي هي ايرلي بارت اوف اوبستركتد ديفيكيشن ممكن الباي فيدباك يجيب نتيجه كويسه. الحالات اللي فيها برينال ديسنت والاورجان برولابس تبقى شورت تيرم افيكاسي وسبيدنج افكت اوفر ذا تايم. في عندنا كذا نوع من البايو فيدباك ممكن تستخدم سنسوري تريننج الكترومايكروفيك او مانومتريك بايو فيدباك. في عندنا سيرجري علشان تكوريكت الاسوشيتد اورجان برولابس زي ريكتال برولابس. عندنا بروسيجر ترانسفيرمير بروسيجرز ممكن يكونوا اوبن او لابروسكوبي. انما الحقيقه الكوريكشن اوف الكوسين نفس القصه انما معظمهم بيبقى لونج اوبريتنج تايم هوستر ستاي نوت فري اوف كومبليكيشن ممكن يحصل منهم اي كومبليكيشن. والاهم من كده كله ان نسبه الريكرنس عاليه برضه في الابدومينال والبرنيال بروسيجرز. المشكله الاساسيه اللي شفناها في الام ار اي واللي شفناها في البوست مورتم ستادي في حالات الاوبستراكتد ديفيكيشن هي الاكستريم ثيننج اند لاكس اوف ذا ماسل فوت وذا لور ريكتم معاها فاريبل ديجري طبعا من اوكت السسبشن او الريكتوسيل. انما الاساس كله الثيننج اوت الحته الديسك 5 سنتيمتر في الريكتم بيحصل فيها تقريبا ما فيش ماسل فوت خالص. فعشان كده بيحصل بارج انتيرور وعشان كده بيحصل اللي هي الكونسرتينا افكت دوت وبتعمل اوبستراكتيف مانيفستيشن. احنا عندنا في اسكندريه حاولنا ان احنا نتخلص من فكره الابدومينال بروسيجرز ديت وحاولنا نقلل الانجري اللي بيحصل للعيان. فعملنا كنا بليد ان الديلورم اوبريشن ممكن تخلصنا من المشكله ديت ان احنا نعمل بلايفيشن للماسلز باللور بارت اوف ذا ريكتم ونريستور الريكتوجينال اناتومي ونرستور الريكتوجينال فلو وفي نفس الوقت بنصلح الريكتوسيل و الاوكالت برولابس. النورم اوبريشن هي سليف اكسيجن اوف ذا ميكوزا وبلايكيشن اوف ذا ماسلز زي ما حضراتكم شايفين هنا الماسلز بعد ما بنعمل ديسكشن للميكوزا بنعمل بلايكيشن للماسلز وبعد كده بعد ما نعمل اكسيجن للميكوزا
بنوصل النورمال ريكتا اللي هو الميديسيرت ريكتا للانر كانال. دي سيمبلي الدروب اوبريشن اللي هي ديسكرايب من زمان في حالات الاوفر تريكتر كولابس. احنا ادوبتد في الاوبستراكتد ديفيكيشن. عملنا حوالي 40 حاله, يعني الميل زي الفيميل. معظم الميلز كانوا انترنال برولابس, معظم الفيميل كان عندهم ريكتوسيل, وكان باين في البروكتوجرام او الديستال بروكتوجرام. الفولو اب الشورت تيرم فولو اب كان حوالي 90% من الحالات كان عندها جود ريزلتس. الكومبليكيشن مينيمال ماينور ديسنس اوف دانستوموزيس, هيماتوما حوالي 5% من العيانين, بيرينال هيماتوما في 5%, فالكومبليكيشن تعتبر مينيمال. انما لما جينا نعمل لونج تيرم فولو اب اكتر من سنه ونص بعد الترانس انال ديفلوبمنت بروسيجر, لقينا ان السكسس ريت اللي كان 90% في اول سنه نزل ل 50%, والريكفرنس ريت زاد على 50%. فدي المشكله بتاعت الاوبستراكتد ديفيكيشن, ان احنا دي التكنيك ان احنا بنعمل ميكوزا برولابس, بنشيل الميكوزا وبنعمل بلايكيشن للمصل, وبنفايق بعد كده الميكوزا في الديستال انر كانال. مش هشرح لحضراتكم بالاوبرت بروسيجر, انما في هذا الوقت احنا قلنا ان الاوبرت بروسيجر ده از ان افكتيف اند سيف اوبشن فور تريتمنت اوبستراكتد ديفيكيشن شورت تيرم افكاسي 90% والديسابوينتنج لونج تيرم افكاسي. عشان الديسابوينتنج لونج تيرم افكاسي ده هو احنا ادوبتد النيو تكنيك اللي هو الستار اللي هو ترانس انال اكسيجن ستيبلر للديستال بارت اوف ذا انر كانال, ونعمل ري انستموزيس اوف ذا ميدل سيرد ريكتم بالانر كانال. الستيبلر ترانس انال ريكتال ريسكشن ده هو بيتعمل تو فايرنج اوف سيركلر ستيبلر زي ما حضراتكم شايفين كده, بنعمل بيرست رينج للهاف سيركمفرنس اوف ذا ريكتم ونعمل فايرنج, وبعدين ناخد السيركمفرنس الهاف سيركمفرنس الثاني نظر فايرنج سيركلر ستيبلر, ويبقى كده شلنا الديستال بارت اوف ريكتم, صلحنا الريكتوسيل وصلحنا الاوكت ريكتر كولابس و ري الاينمنت اوف ذا نورمال اناتومي, والمصل بتاعت الريكتم البروكسيمال ريكتم نزل تحت, فبقى الحته اللي هي فيها نكست اي راحت. ده الديفكوجرام بعد الستار زي ما حضراتكم شايفين ديسابيرنس اوف ذا ريكتوسيل والاوكت ريكتر كولابس, والديفيكيشن ما بياخدش وقت ولا ستريننج جامد. الاستادي بتاعتنا اللي احنا عملناها في يونت كولد ريكتر سيرجري في 2010 ببلشت في الورد جورنال اوف سيرجري في نفس السنه, كانت على 46 عيان, وزي ما حضراتكم شايفين التايتل بتاع البيبر disappointing long term outcome after stimular trans in a rectal resection, لان احنا لقينا كل ما بنزود الفولو اب عن سنه ونص كان 6.5%, عن ثلاث سنين كان 10% ريكرنس, اكتر من كده كل ما الوقت بيعدي كل ما الريكرنس بيزيد. بارت منه نعتقد يعني احنا ان ده بارت منه كبير جدا للتركيبه النفسيه الاجتماعيه للمريض. المريض ده فيري فيري تشالنجينج تايب اوف سترينر, وبناء عليه اذا كان الستار دي بتريستور الاناتومي وبتصلح الاوبستراكتد ديفيكيشن في الشورت تيرم, انما الريكرنس ريت بيديكلاين والكواليتي اوف لايف بتديكلاين افتر ون اند هاف يير. ثانك يو فيري ماتش فور يور كاندا. جميل, نبعت الحالات دي بروبرتا ده, يعني احنا بنبعت لها كل الحالات دلوقتي, فيعني تواصل معاكم وتعمل الشغل ده. اتفضل دكتور سكي. اعتقد برضه كلام حضرتك يعني ماشي مع الكونسبت اللي عندنا, ان ذيس بيشنت از بيشنت اوف فانكشنال ديس اوردر ده بجد ميثودك ديس اوردر. طبعا. وبالتالي لازم الميثودك ديس اوردر يبقى اسوشيت ويت فانكشنال ريهابيليتيشن. طبعا. طبعا. طبعا هي المهم طبعا, بس هو الفكره ان بعد ما بيحصل الانتروكال اوتريشن
you have to correct it first. أو تبدأ معاه باي فيدباك وتصلح الفانكشنال ديسوردر وبعدين تصلح الاناتوميكال ديسوردر اللي هو سيفير. يعني عيان عنده ريكتال كولابس عنده سيفير ريكتوسيل يعني مضطر ان انت تكونسيدر الاناتوميكال نوتريشن دي از امبورتنت كومبوننت اوف ذا سيندروم. الفانكشنال ريهابليتيشن مش بصلحها قوي. فانما في الحالات الايرلي فانكشنال ريهابليتيشن ده مهم جدا. في الحالات اللي افتر سيرجري برضه الفانكشنال ريهابليتيشن مهم جدا. لان انت لو سبت العيان امال الكرنس بيجي منين؟ بيجي ان هو ما اتعملوش فانكشنال ريهابليتيشن. انا متفق مع حضرتك تماما يعني. العيانين دول يعني انوينج بيشنتس يعني. تعبان متعبس يعني. لا انا يعني انا عامل لهم جرس مخصوص في العياده يعني لان هو بيبدا الحوار تصاعدي يعني عملت انما جربتها ما نفعتش تاخد دروس كرسي والله جربت ما نفعش ضرب الجرس ورجع له الكشف فيعني لا العيالين دول فيري ديماندنج يعني صعب التعامل معاهم جدا عايز نفس وروح يعني دكتور احمد بشكر حضرتك اعتقد ان احنا بنشوف جزء من البيشنتس دولت من قبل ما يعني يمكن يجوا ودولت بيشتكوا من لاتس واحنا مش شايفين كوز اوف لاتس عندهم ولما ناخد من الهيستوري كده ودي حاجه من الاستريس عليها ان انت تسال على هيستوري اوف كونستيبيشن وكتير منهم انا بريفير فعلا لحضراتكم على اساس ان هو المين كوز اوف لاتس كرونيك كونستيبيشن وكثير منهم استفادوا فرصه نيرفك موجوده بالبايو فيدباك والريهابليتيشن عملت يعني فانا بستريس ان احنا ناخد بالنا من الهيست بتاع اللاتس اللي هو لا ايج بتاع بروستيت ولا عنده ستريكشر ولا كلام من دوت خالص وجاي بيشتكي من دور جيومتريك سيمبتومز اساله دايما على الديفيكيشن هابتس بتاعته طبعا منهم كثير جدا بيبقى فعلا عندهم كرونيك كونستيبيشن اول ما اساله يقول لك ايوه المهم بقى ان انت تقول له ان مشكلتك مش في البروستيت او تاخد الفا بلوكرز او كده لا روح شوف حد متخصص في الجزء الثاني ده وكتير منهم جدا بيستفيدوا. واحيانا زي ما الدكتور مصطفى قال لما في مالتي ديسبلينري ابروتش التعامل مع العيان بيبقى مفيد جدا. لو هو بيشوف نيورولوجيست جنب كولوريكتال سيرجن مع جيناكولوجيست وبيدسكاس الحاله مع بعض دي بتفرق كتير جدا في المكان. فاحنا ممكن بنعملها دلوقتي بس بنعملها بالتليفون يعني ما نقعدش مع بعض فيزيكال يعني انما بنعملها بالتليفون عند حاله مش عارف ايه بتاع كده يعني فهي برضه مالتي ديسبلينري ابروتش بس بريمتيف وي مالتي ديسبلينري فانا متفق مع حضرتك تماما ان هنا بيسمع هنا وهنا بيسمع هنا تماما شكرا جزيلا